صباح الخير، بسوي معاكم عشاء خفيف ولطيف. كذي اشتهينا برغل يعني وسلطة تركية، يعني المائدة اليوم تركية، بس ترى شيء وايد وايد بسيط وسهل، بس علشان نسولف بصوره لكم. شفتوا السلطة اللي ناكلها بالمطاعم التركية او بتركيا اللي تكون فيها رمان ويوز؟ سلطة وايد لذيذة، سويتها وضبطت، فرد اسويها معاكم مرة ثانية. اما بالنسبة حق البرغل، انا عندي هنا برغل خشن نقعته تقريبا ثلث ساعة بماي بارد عادي، غسلته نظفته عدل من النشا ونقعته. شوفوا شكله عقب ما ينقع، هذا برغل خشن. بسوي برغل خشن بالشعرية مع صلصة روب وبسوي السلطة، خلكم معي. اول شيء بحط بالجدر قفشة كبيرة سمن، اوكي، وبستخدم شعرية. انا عندي هذه الشعرية اللي يصير حجمها صغير، وايد حلوة مع البرغل ومع العيش المصري. واحمس الشعرية بالسمن لغاية ما تاخذ اللون الذهبي. بدأ لون الشعرية يتغير عندي، بس بعد ابي يصير ذهبي. بعدين اضيف له البرغل واقلبه بالسمن، وتالي اضيف له الماء. الشعرية تحمرت عندي، شوفوا لونها، هذا اللون المطلوب، اللون الأشقر. الحين أنزل البرغل فوقها، بسم الله. وأقلب البرغل لغاية ما أحس إنه تغلف بالسمن. إذا تغلف عدل بالسمن راح يصير عندي نثري وايد لذيذ. وبالنسبة حق البهارات، أنا ما أحب أضيف حق البرغل أي بهارات، أحب نكهة السمن تكون واضحة، بس اللي تحب بهار تضيف. تقدرون بعد تحمرون بصل بالبداية قبل أضيفون الشعرية، بعد يصير، بس أنا حبيتها اليوم بس مع شعرية بدون بصل. أبيكم تلاحظون شغلة، شوفوا كمية الشعرية اللي بالبرغل، الكمية وايد كبيرة، يعني البرغل حالاته يكون في شعرية راهية، أوكي؟ راح يصير وايد أحلى. الحين بعد ما حسيت ان البرغل خلاص نشف تحمر عدل بالسمن، شو اسوي؟ او مو تحمر يعني تشرب السمن، تغلف عدل بالسمن. الحين اضيف الماء الحار، بسم الله الرحمن الرحيم. يبي له بعد ماي، الماي مو كافي، بس بضيف الملح وبرد ازيد الماي. ينطبخ عادي نفس ما تطبخون العيش، لان هذا برغل خشن، بس لازم ينقع قبل. اما اذا برغل ناعم تغسلونه عدل بدون لا تنقعونه، ويكون الماي حده حده، هذا اذا برغل ناعم، اوكي. هذا الملح لا تنسونه. بزيد الحين الماي وبحط له بعد قفشة سمن، ابي نكهة السمن تكون وايد قوية. زدت الماي بالضبط نفس العيش، لا تحطون اكثر. خلنا حركه، اي كذي تمام. وهني عندي سمن زياده، اوكي، راح يعطينا بعد طعم وايد احلى. بس تخلونه ينشف من الماي نفس طريقه العيش، ينشف من الماي، بعدين تقصرون على الجوله وتغطونه. شوفوا جماله، ترى البرغل وايد لذيذ وايد مفيد. يعني جربوا ان لما تسوون مكبوس دياي، بدال لا تكتون عيش بماي الدياي او بمرق الدياي، كتوا برغل وشوفوا اللذاذة شلون يهبل يهبل يطلع. شوفوا البرغل عندي تقريبا نشف مايه، الحين خلاص اقصر على الجولة واغطي الجدر واخليه يتسكر على نار هادية، تقريبا ياخذ له ربع ساعة، اوكي. الحين بسوي معاكم السلطة التركية، مقاديرها طماط، خيار، بصل أبيض، رمان، وجوز، هذا عين الجمل مو البيكان، عين الجمل، ها، ونعناع أخضر. ومقادير الدريسنج بقولها لكم بعد شوي. أبدي بسم الله، أحط أول شيء الطماط، وهذا الخيار كله تقصصونه بنات صغار صغار، والرمان، وهذا البصل الأبيض، وهذا النعناع الأخضر المفروم، والجوز اللي هو عين الجمل. السلطة وايد لذيذة، اللي رايحين تركيا ولا ذايقينها هناك راح يعرفونها.
هذا هو الجوز اللي هو عين الجمل اللي أقصده. أوكي، مو البيكان، بيكان ما ينفع لأنه شوي طعمه مختلف. بالنسبة حق الدريسنج مقاديره عصير ليمون، وهذا اللي هو بهار السلطات التركي، مو متوفر استغنوا عنه، مو ضروري بس يعطي طعم حلو. هذا شكل البهار، تلاقونه بتركيا عند اللي يبيعون بهارات، مو متوفر بالكويت على ما اعتقد. وايد لذيذ بالسلطات، وايد، حتى على الشبس المقلي احطه، وايد حلو، احط منه قفشة كبيرة. وزيت زيتون، وبحط بعد نعناع مجفف ودبس الرمان وملح وبالعافية. حطيت نعناع مجفف ودبس الرمان وملح وخلاص. الحين نخلط الدريسنج عدل ونصبه على السلطة وتقدم باردة وبألف عافية. وايد وايد لذيذة، وايد أحبها أنا، جربوها. ولازم تكون حامضة، يعني يكون دبس الرمان زايد وبعدكم مالح الملح زايد، هذا ذوقي أنا بالسلطات. وخلصت السلطة اللذيذة، شوفوا جمال الألوان. قمة اللذاذة، شوفوا عجيبة عجيبة عجيبة، وايد أحبها. بسوي الحين صلصة الروب اللي أقدمها مع البرغل، عبارة عن روب ونعناع أخضر وفص ثوم مدقوق وشوية ملح ونعناع أخضر مجفف. هذا النعناع الأخضر، وبس نخلط الصوص ونقدمه وبألف عافية. وايد حلو مع البرغل او الفريكة او اي شيء من سوالف القمح وكذي يعني. وهذا البرغل ما شاء الله استوى، شوفه وشلون نثري يهبل. فقدم الحين وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. ننشب الحين، بسم الله. طبعا انا محمره صنوبر حق التزيين، بحطه هو والسمن اللي حمرته فيه فوق البرغل. وهذا عشاي اللذيذ الليله، وبس وخلصنا وعن اذنكم بنروح ناكل برغل بالشعريه وسلطة تركية وصلصة الروب. بسم الله الرحمن الرحيم، ننشب